انا اريد اعرف كيف عندك الايباد وما عندك القطعه هذه. هذه القطعه بضغطه زر واحد بلوتوث تشبك لك الكيبورد، ومع القطعه هذه تحول لك الايباد كانه لابتوب، وتقدر تتحكم مثل اللابتوب يا جماعه، وبلوتوث بشكل سهل. طبعا تركب على نوعين من الايبادات، الحين بحط لكم اياهم، وخلوني احط لكم صور توضيحيه كيف طريقه القطعه هذه، والقطعه هاي تلف عندك 360 درجه. شيء من الاخر من شركه ويوي.